السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. البنات كما شفتوا معايا هذا النهار جيتكم بواحد الفيديو جديد، واحد الوصفه جديده، وصفه زوينه غتعجبكم بزاف بزاف، ووصفه ناجحه 100%. وصفه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال النحافه. يعني هاد الوصفة كيطلبوها مني بزاف ديال المتتبعات، وكنت شاركت معاكم وصفات اخرين. وهاد المرة جيت بوصفة اخرى جديدة. راكم عارفين كل واحد والهرمونات ديالو، يعني كاين اللي كتوافقوا الوصفة وكاين اللي ما كتوافقوش. كما شفتوا ديك المرة كنت شاركت معاكم وصفة ديال زيادة الوزن بالخضروات، وهاد المرة جيت باش نشارك معاكم وصفة اخرى ديال زيادة الوزن. وصفة زوينة بزاف بزاف البنات، وكما قلت لكم وصفة اللي فعالة ونتيجة ديالها كتبان في اسرع وقت وصحية بالنسبة للذات ديالنا. وكما كنقول لكم دائما راني كنجيب لكم وصفات اللي ناجحين وزوينين وفي نفس الوقت مفيدين وما فيهم حتى شي اضرار بالنسبه للصحه ديالنا. المهم الغزالات بلا ما نطول عليكم، خليكم نبدا نشرح معاكم شنو غادي نحتاجو بالنسبه للمحبوبات. بالنسبه للوصفه ديال هذا النهار سهله بزاف، ما فيهاش مكونات صعيبه، ومكونات ديالها فعاله والنتيجه ديالهم زوينه بزاف وفي اسرع وقت. اول حاجه البنات عندنا الصوجة، كما شفتوا معايا عندي المكون الاول والمكون الرئيسي اللي ما نقدروش نستغناو عليه بالنسبه للوصفه ديالنا، وهو الصوجة. بالنسبه للصوجة البنات كما شفتوا معايا انا راه مازال ما قليتها ما والو. عندنا الصوجة، عندي هنايا الزنجلان، وكما راكم عارفين ان الزنجلان كيساعد بزاف بزاف على تسمين الذات، ويعني عنده واحد الدور كبير بالنسبه للناس اللي كيعانيو من النحافه. عندي المكون الثالث واللي هي زريعه الكتان البنات. وبالنسبه للمكون البنات ديال زريعه الكتان راه عنده جوج ديال الفوائد. بالنسبه للبنات زريعه الكتان كتزيد في الوزن وفي نفس الوقت كتنقص الوزن، هي كتختلف غير بالنسبه لطريقه الاكل او لطريقه الاستعمال. ويعني يعني بالنسبه لزياده الوزن راه عندها طريقه باش كناكلوها وكيفاش كنستعملوها، وبالنسبه للناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن حتى هي عندها طريقه باش ياكلوها وباش يستعملوها. المهم الغزالات شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد المكونات. ومكون الرابع البنات اللي هو الحليب، الحليب كامل الدسم، وضروري انه يكون حليب كامل الدسم. وكما كنقول لكم دائما ما تركزوش على الحليب، يمكن لكم تستعملوا الحليب او اللي يمكن لكم تستعملوا ياغورت ياغورت ماشي طبيعي ياغورت يعني دانون، ولا يمكن لكم تستعملوا الشوكولاتة مع هاد الوصفه. المهم الغزالات ديالي شنو غادي ندير؟ غادي نشد هاد الصوجة وهذا الزنجلان ديالي وزريعه الكتان، غادي هذا نديرهم شويه فوق البوطه حتى غير يذهبوا شويه، يعني ماشي يتحمروا بزاف، ياخذوا غير واحد اللوين، ومن بعد غادي نطحنهم ونرجع معاكم. وهانتوما البنات من بعد ما طحنت المكونات ديالي، هانتوما كما شفتوا كيجيو على هاد الطريقه، يعني كيجيو بحال الا طحنتو سلو. على فكره البنات الا بغيتو تناولوا هاد الوصفه هادي مع سلو، يعني تخلطوا هاد المكونات، واذا كان مازال عندكم شويه ديال سلو من رمضان يمكن لكم تخلطوهم مع سلو وتناولوهم. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوهم مع دانون يمكن لكم تستعملوهم مع الحليب، يمكن لكم تستعملوا الحليب وتزيدوا عليه شويه ديال الكاكاو. مهم يمكن لكم تزيدوا على الحليب شويه ديال العسل، يعني هاد المكونات كاملين. يمكن لكم تستعملوا الشوكولات، هاد المكونات كاملين كيساعدونا على زياده الوزن. وكما قلت لكم يعني مكونات طبيعيين.
دابا البنات انا غنستعمل الحليب، انا متوفر ليا حاليا الحليب، غادي نستعمل الحليب. كما شفتوا معايا انا عندي هنا كاس ديال الحليب، ونسيت ما قلتش ليكم كما قلت لكم البنات، بالنسبه للوصفه ديال النار ما غاديش نستعملوا نفس الكميه بالنسبه للمكونات ديالنا باربعه او لا بثلاثه. بالنسبه للحليب ما غنحسبوش، كنهضر على المكونات الاخرين. غادي نستعملوا كما قلت لكم، استعملنا الصوجة، واستعملنا زريعه الكتان، واستعملنا زنجلان. زريعه الصوجة والزنجلان البنات غنستعملوا نفس الكميه، يعني الا استعملنا كاس كبير ديال الصوجة غنستعملوا كاس كبير ديال الزنجلان. وبالنسبه لزريعه الكتان يعني نقدروا نستعملوا غير جوج معلقات. مهم دابا البنات بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، طريقه الاستعمال انا عندي هنا كاس ديال الحليب، وعندي هنايا المكونات اللي طحنت معاكم غادي نستعملها. وكل ما كثرتوا البنات بالنسبه للوصفه، كل ما كثرتوا كل ما تبارك الله يعني كما قلت لكم زاد الوزن بسرعه. انا درت هنا جوج معالقات، غادي نزيد معلقه ثالثه، وغادي نزيد السكر ثمينه حتى هو. انا عندي ربعه المعلقات باش يجيني شويه خاسر. صافي راه الطريقه. ولا عندكم الكاكاو البنات بغيتو تستعملوه معاه نقولكم تستعملوه. وكما قلت لكم الا بغيتو تستعملوا حتى دانون نقولكم تستعملوا دانون. غادي نزيد السكر، البنات حتى الحلاوه راه كتعاون في زياده الوزن. نزيد جوج معلقات ديال السكر سنيده هكا صافي. وغادي نخلط المكونات ديالي على هذه الطريقه وغادي نستعملهم. المهم البنات انا راني خيرتكم بالنسبه لطريقه الاستعمال، يمكن لكم تستعملوها مع الحليب، زيدوا عليها شويه ديال الكاوبيل. بغيتو تستعمل كما قلت لكم مع العسل. مهم اولا الا باقي لكم سلو رمضان يمكنكم تزيدوها مع سلو وتناولوها. طريقه الاستعمال البنات، وفوقاش يمكن لينا نتناولوا هذه الوصفه، يمكن لينا نتناولوها ثلاثه المرات في النهار حتى اربعه المرات في النهار. كاس عامر على هذه الطريقه هذه غادي تاكليه من مورا الفطور، من مورا الغداء، ومن مورا العشاء. بغيتي تستعمليه حتى من مورا الكوتي استعمليه. الوصفه البنات ما تاكلوهاش على الجوع، تتكونوا واكلين تتكونوا شبعانين باش الوصفه تتعال معاكم، حيت الوصفه الا كلتوها قبل الماكله غادي تضعفكم ما غاديش تصححكم. مهم كان هذا هو الشرح بالنسبه للوصفه، وكنقول لكم البنات تبعوها وتبعوا طريقه ديال الاستعمال، تبعوا طريقه باش صوبناها، وتبعوا المكونات اللي عطيتكم. وراني خيرتكم كنعاود نقولها وكنعاود ناكدها، راني خيرتكم البنات يمكنكم تستعملوها مع الحليب، مع دانون، مع العسل، مع الشكلاط، مع السلو. راها زوينه البنات، وصفه ناجحه وفعاله ودغيا كتبان، يعني الا استعملتوها يعني وكلتوها بزاف وداومتوها راه دغيا كتبان على الصحه ديالنا، وكتزيد في المناطق الانثويه، كتزيد في الارداف، كتزيد في سميتو في الثدي. المهم كتزيد كتطلع الخدود ديال الوجه. وصفه اللي تسمين بطريقه رائعه وناجحه 100%. المهم البنات كانت هذه هي الوصفه ديال هذا النهار، كنتمنى انها تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوها، واللي جربتها وعجباتها ما تنساش انها تخلي لي تعليق. وكما كنقول لكم دائما شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم للقناه وعلى المتابعه ديالكم لا فيديو. واللي غتزور القناه ديالي لاول مره ما تنساش انها تشارك معايا وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. واللي ما فهمتش شي حاجه البنات او اللي عندها شي سؤال تخلي ليا في لي كومونتير وانا راني نجاوبها. واللي بغات شي وصفه جديده مرحبا والف مرحبا، خليوها ليا في لي كومونتير وانا ان شاء الله نفيدكم بها. وغير سمحوا ليا كنغيب عليكم غير مع الظروف وصافي، وان شاء الله يلا البنات شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، ونلقانا ان شاء الله في لا فيديو جديد.
اولا كما قلت لكم هانتوما البنات، انا عندي هنايا سلو قالية من رمضان، غادي نزيد معاه هاد المكونات هكا وغنخلطهم وغادي نبقى نتناولهم مع دانون اولا مع الحليب. نديرو كاس ديال الحليب وندير واحد الطبيصل في واحد الكميه مهمه وغادي ناكلوه 4 حتى 3 المرات في النهار. صافي غنخلطوه عادي كما كنخلطو سلو عادي. وهانتوما البنات من بعد ما خلطت السلو ديالي مع المكونات اللي قلت لكم كيجي على هذه الطريقه، يعني كيتخلط عادي ومن بعد كنستعملوه كنبقاو ناكلوه كما قلت لكم، كنديروا طبيصل وكنستعملوه مع الحليب، مع الحليب مخلط مع شويه ديال الكاوبيل. يمكن لكم تستعملوه مع دانون، يمكن لكم تستعملوه مع اتاي، يعني حتى هو عنده واحد الفعاليه واحد الدور كبير كبير بزاف. وكما راكم عارفين ان السلو هو كيكون عامر غير بالنشويات، يعني فيه هذا المكونات الغنيه اللي كتفيدنا بزاف. وصافي البنات، كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار، كنتمنى انها تكون عجباتكم وكنتمنى انها تفيدكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم للقناه، واللي غتزور القناه ديالي اول مره ما تنساش انها تشارك معايا وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف، ما تنساونيش بدوك التعاليق ديالكم الزوينين اللي دائما كيحفزوني على انني دائما نحط لكم الجديد. يلا البنات، بسلامه عليكم، ملقانا ان شاء الله في فيديو جديد.